صباح الخير البنات، صباح النور. كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كتعاودوا؟ اخباركم صحيحه؟ اش كتشوفي فيا؟ المهم كديرين؟ انا لاباس الحمد لله. عرفوا من كما قلت لكم، من 10 ديال الصباح وحنا خارجين حتى 4 ديال العشيه دخلنا حنا شادين النوبه فداك عندك الطبيب، حيت مشيت 44 مشيت شلا قادر زلني الله مشيت شلا قادر شادين النوبه كنتسناو شويه في الزنقه، شويه كنجلس في الداخل، شويه في الزنقه عييت بالجلسه والله العظيم. قلت لكم ودابا حتى 4 دخلنا غدا زعما الفطور، عاد دخل الراجل قال كيدير جي دورونج مسكين كعصر الليمون، ما عرفتش شنو غادي ندير الفطور. ملي درنا الفطور غنبارطاجيه معاكم وصافي. شنو ندير ظروف وراه كاينه ظروف هائيه. كلهم كي دايرين؟ المهم راجل اليوم غيدير الفطور، غادي نوريكم البنات شنو غيدير لي. شي غير سيكل السوخ دو بواسون كتا بقي شتو هذا؟ سي جو مي تروم با سي تان سي با تيربو و سي با عرفت اش محوت هذا البنات، راه كيكون غوز على هذا الشكل شفتو؟ وي وي تيربو تيربو واقيلا هكا خدا منو جوج هكا وحلهم عند مول الحوت على هذا الشكل. المهم غيوريكم الطريقه ديالو ديال الحوت. هذا الحوت غادي نشوه اليوم على الجمر، ولكن الطريقه اللي فايته باش غادي نديرو هو ان هذا الحوت غادي نديروه في الوراق ديال البنان. انا عندي بابا انني غارسه البنان، عندي هاد الوراق تاع البنان موجودين، قطعنا منه ورقه ديال البنان هكا كبيره باش غادي نشوه. هذاك الورق ديال البنان راه كيعطي كيزيدو مذاق اخر ياكو فهمتوا، راه كيزيدو مذاق. شنو هو اوكي مرضوني انايا ما كتولدش دغيا فهمتوا. دابا غيديروا باش يسد عليه، ملي دار لام كوتي باش يسد عليه على هذا الشكل فهمتوا، يسد عليه مزيان، خصو يسد عليه مزيان. طاسو طاسو تشوف تخوي تشوف تخوي تشوف تخوي وي سي بون باش ما نلقاو خاص اي وري العطر. دابا نوريكم العطر اللي غيدير ليه دابا شنو غيدير ليه. كوم سا اي ابري تي فيرم لي كوتي لي كوتي سي بون فهمتوا. وقطع جورقات غيوريكم دابا لي زيبيس اللي غيدير عليه. حنا قسمو لينا هكا على جوج، خلينا بالسوسو ديالو قسمو على جوج فهمتوا. المهم بنات ها هو غيبدا دابا العطريه اللي داير هنايا على حسب العطريه ديالكم شنو كتبغوا نتوما. هذه هي الفكره للفطور، الفكره اللي ما داخلت في الفطور مع حنا. ما حنا ما ماشي حنا ماشي طباخه باش نوروكم، حنا ماشي سبيسياليست ديال الطبخ، مي با دي سبيسياليست دو كوزين. اون فو دون دي زيدي الا نسيتو غير كنفكروكم نو اي اون في رابلي سيزون اوبليي. اول حاجه غيديرها هو شويه ديال الملحه لي غرو سيله، الملحه الغليظه هو اللي اكيد تعجبو الملحه الغليظه في هذا الشيء في اللحم، الا غنشوا اللحم ولا هذا الشيء الحوت كتعجبو هكا. المهم راه اليوم يدير الفطور، راكم عارفين الحاله ديالي انا اليوم صافي. اتون حيد عليا هذا الشيء من هنا، حيد عليا هذا الشيء من هنا وين الماكله تي تي.
Vas-y. Un tout petit peu Ah, je suis en train de dire un petit peu, pas beaucoup, hein. Et je suis en train de dire la haute. C'est bon, c'est bon. Le poisson, normalement, ça se cuit sans lui. Pas besoin de l'huile. Je l'ail. t'attends. Prends l'ail et écrase. Thomas, sir. On va mettre un peu de... Aïe, fais chute à le skunjbir. Un petit peu là, tu fais trop là. Après, tu vas tuer le goût d'épices. Hein. Je dis des bizarres. Dis le work de l'ébène qui a été un madar à l'heure. Fichichkel. Regarde, d'ailleurs, comme le khabar fashion dog. Chute à Zatar. Bien sûr, là, les épices, elle est à la d'or, les je comme. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et un tout petit peu, je suis à la commune, à la fin, le hout dans la commune. On a gamma qu'un dirham, hein. Que t'as venu, c'est le hout. Oui, je suis chez le hout, je fais un Parce que je prends le mot d'accueil, le hout. On a vraiment le mot d'accueil, le hout. Assez, assez, stop, assez. Un tout petit peu. Je suis chez le hout. Coupe les morceaux, là. L'islam va pour tenir. Le morceau de Tom a dit que c'est bon. J'ai sur le truc et ça va s'évaporer. Allez, Tom a qu'à t'en hider au milieu de la rue. C'est mon sac. Fahim Tom. هنا دابا خد داك الفينوي شنو سابي كومون الفينوي شنو سميتو 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 دول مولي بغو سميتو سميتو هاد الفينوي البنات والله ما عرفت سميتو بالعربيه Ah, là, avec le morceau. Avec le morceau. Je vais montrer ça. Tu l'as fait tomber entier. C'est وكتقدري تاكلي هكا حي ها هو العود ديالو ياخذ العود دابا غيدير شي تاع القزبر من الفوق خاطر راه بغينا غير نسمو من بعد هادشي غيحيد غيطر ما غادي يتنسم به فهمتو كينسم به هو مي لو مورسو دو فيلمي لا كتا كوبي لا باك نو جو مي بار دو سو نو جو فري فير سي بوزل نو يا كسل كي في بو رونتري ريغان فير بوز دو سي سي فيرم هذا شتي العواد ديالو شنو هو دار الفنوي انا كنقول الفنوي بالعربي ما عرفتش سميتو ما نكذبش عليكم صافي يحط فوق منه دابا ماما رجع بس بدا الحوتة نعم رجع دعني بوزي كيما راسي وزيد من الفوق شو تعمل حالي غوسيل تم بعد داكشي راه غيخرج من الحوتة غيطرمى غير 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 باش يعطي المذاق ودابا غيسد عليه هاكا زيد comme ça باش ما يدخلش ليه ما يدخلش ليه العافيه غنسدو حنا بغينا غير يتصهد فهمتو تورن انكور تورن سير بيان تورن انكور ان دسو ابري تي بلي لي كوتي وغيلويه واحد فوق جبون البنات هي بطاطا هنايا درتها ماشي درتها في هذا الالومنيوم حيت الالومنيوم ماشي صحي درتها في البابي كويسون عاد درت عليها البابي الومنيوم بعد غليتها بالبابي الومنيوم حطها هنايا جوج مرات هنجد هنايا دوك جوج حوتات هما في كي طالع واحد ريحه غزاله هنا درت الفلفله كتشوى حتى هي هنايا راجلي قطع البصل تقطيعا راجلي عشوائي ديال البصل راح تقطيع دار لي خصنا نزيدو حتى ما تشطي تشوى شويه كيجي داكشي زوين وصافي اليوم غير نهار للشواء وصافي نشوف شي حاجه اللي غنشوها اخرى وصافي داكشي خفيف ظريف ساهل ماهل لان رمضان كيزيد لقدام وانتما كتعكزي على الكوزينه والله العظيم واش كاع الناس هكا ولا غير حنايا لان رمضان كيزيد انت كتعكزي شفتوا راه بدا كيك بحال بدا كيطيب من التحت بعدا طلع الريحه ما نعاودش لكم المهم كي دايرين لاباس عليكم بخير شكرا تعاودوا اخباركم صحيحه المهم ما تهموا والو بقيت معاكم الفيديو البارح عاد الفطور
صافي الله يبارك على بعضي بحال استراجين. دخلت معكم الفيديو البارح عند الفطور، كما هي الفطور وريتكم كاع ما كملتش معكم، ما نكذبش عليكم. هذيك الخرجه، الخرجه والشمس وداك الشيء، دخت في اللي شدتني الشقيقه، ما نكذبش عليكم داك الشيء ما صورتش لكم. هذا بعدا سمحوا لي الا ما صورتش لكم، ما لحقت لكمش البارح فيديو، سمحوا لي بزاف بزاف حيت شدتني الشقيقه ومرضت ما نعاودش لكم. واحد الشقيقه شدتني حيت الشمس وما كليت والو النهار كله، كنت ما قلت لكم من 10 ديال الصباح حتى 4 ديال العشيه، وحنا في الزنقه عند كنتسناو النوبه ديال الطبيب. المهم الحمد لله عطانا الدواء، دابا صباح هذا، دابا راه فطرنا وزعما ونط انايا اليوم انا اذا شويه لاباس، كنحس براسي لاباس. تعرفوا شحال ديال البنات مش الشهر زعما، شحال دابا راه سرحتو انايا، زعما راني سرحتو، ما مسرحش راه غير زعما راني سرحتو، ضربتو بالسشوار شويه يتسرح، بديك المشطه يتسرح شويه. شحال هادي ما شفت شعري ناعس بحال هكا، شحال هادي واو 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 واو. شحال دابا جايه الخمس شهور دابا ما شفت شعري بحال هكا، بلاص دابا كر زعما راه بلاص دابا رطب، المهم راه ضربتو شتني راه دوشت البارح اليوم ضربتو، دابا قلت بنعس وانا نضرب الماء بالشوشوار. البارح بالليل دازت عليا، علاش ما دخلت لكم الفيديو؟ راه دازت عليا واحد الدوزه من داكشي الرفيع. بالنسبه للبنات اللي كيبقى يقول لي حيت تشكي علينا، ليه جيكم البنات؟ واش حتى الوحم ديالي؟ واش انا يا عباد الله ما نتشكى في خاطري، ما نتشهى في خاطري؟ والبنات واللي يهديكم واللي يرحم لكم الوالدين، ها العار الله يرحم لكم الوالدين. خلونا نعبر علاش كنحس الداخل، خلونا نعبر. راجلي كنعبر عليه خاصني شي واحد نعبر عليه، راه ما كاين حتى شي واحد معايا في الدار، كاينه ماما راه والده سعود، ماما راه ما حسش بيا كاع، واش انا كاينه كاع في هذا الوجود؟ فهمتوا؟ ما تقول لي انت يا غير والده الثاني وبرطينه الدماغ ديالنا. وخلوني الله يرحم لكم، وفاش كنحس راسي ما مزياناش خلوني نتشكر، اللهم نتشكى ولا نبكي. البارح ضليت الليل كله وانا كنبكي بوحدي، فهمتوا؟ راه الحمل هذا راه ماشي عادي، كيشدني اكتئاب، كيشدني البكا من والو خجل. بعض المرات كنجلس، البارح بحال البارح جلست كنبكي، علاش كنبكي؟ ما تسولونيش علاش كنبكي، حد ضرني راسي كنبكي، كنبكي ضرني راسي وما بغاش تقاد ليا، وما كليتش معاهم، ما دقت والو النهار كله، حيت خليت المعده ديالي النهار كله ما كليت فيها والو. في الليل بدات كتضرني، واللي كليت عليها كان لما نقول اللي كليت عليها كتعذبني، وبقيت كنبكي 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 كنبكي. وداك الراجل المسكين يسكت، اش غيسكت؟ اش غيسكت؟ غيسكت دري صغير كيبكي، ما كاين اللي يسكت. الهرمون تاع البنات، الله يرحم لكم الوالدين اللي ما عرفش الوحم، واللي ما عمرها ما توحمت، اللي ما عرفها الله يسهل عليها. ولكن ما تبقاش تقول راه ما ماشي انا، ما انا ما محكماش في راسي، راه الهرمونات ديالي محكمين فيا، واش كتفهموا؟ راه بدون شعور، راه الا كنت هضر عليكم راه ما كنشعرش فاش كنقول لكم الهضره، كنقلب على شي واحد نخوي عليه قلبي، فهمتوا؟ كنخوي عليه قلبي ومنطو الناس اللي حامله، حتى راه كاين من عيالات حمات اللي حامله تقول لي راه عندي شي 100 وحده حامله معايا في القناه، 100 وحده تبارك الله عندي 200 و مع 240 الف متتبع، يعني راه غتكون عندي شي 100 وحده على الاقل حامله هنايا. حتى هما مساكن راه نفس كاين اللي كيقول لي نفس الحياه نفسها بحالك، حتى حنا بحالك، كنتشكى عليهم وكيتشكاو عليا. الله يرحم لكم الوالدين هاد الناس. واش انا الا ما تشكيت عليكم انايا فاش كنكون محتاجه الشكوى؟ انت غنشكى عليكم فاش نكون بخير؟ انتوا بغيتوني غير ضحكه، ديما خصني نبقى حاله فمي نفرسه، نبقى حاله فمي ضري فمي. دابا ضرني هاد الساعه جامعه، خلوني جامعه غير تيفوتني الله يرحم لكم والدين الوحم، غير تيفوتني الوحم خليني نتشكى، ما كاينش على من نتشكى، واش كتفهموا؟ ما كاينش على من نتشكى، راجلي بوحدي اللي كنتشكى عليه انا دابا، راه بدون شعور. هما كنهضر معاكم وعينيا وعينيا راه يقول لي على بن، يعني داكشي اللي كندير ماشي بخاطري، داكشي الداخل ديالي كاين، وعندي شي حوايج ما عندي شي حوايج البنات ما كنشاركهمش معاكم، يعني حاضيهم راسي بوحدي، ولا ما خصهمش يخرجوا، ولا شي حاجه ديال العائله ما خصهاش تخرج، فهمتوا؟ يعني كاين بزاف ديال الحوايج اللي نتوما ما كتعرفوش، يعني نتوما ما عارفينش كلشي، عارفين غير داكشي اللي كنوريكم، شي حاجه شهر اخرى ما عارفينش، راه ما عارفينش كلشي على حياتي، وما عارفينش كلشي على عائلتي، ما عارفينش بزاف ديال الحوايج. المهم الله يرحم لكم الوالدين، خلوني نتشكى في خاطري ها العار، واللي ما بغاتش تشكاش غنقول لك اليوم بغيتي تسمعي الشكوى ديالي خرجي، ما ترجعيش للقناه حتى الولد تسمعيني. قلت لكم ولادتي ولا نكتب لكم، نكتب نهار يفوتني الوحم نكتب لكم في الفيديو، بنات راه انا فاتني الوحم غير رجعوا تفرجوا، والله حتى نقولها لكم في شي فيديو، ولا نكتب لكم الا كاع بقى فيا الوحم حتى نهار الولد، غنقول لكم
بنات راني قربت نولد صافي ديك الساعه ترجعوا تدخلوا البيت باش ما بقاوش باش تشوفوا غير الضحك والنشاط. انا اللي ما معايش وانا يا وانا مريضه وانا انا ماشي مزيان ما احتاجش يكون معايا وانا فرحانه. انا فرحانه الا كنت فرحانه ما احتاجش حتى واحد بارك علي راسي بوحدي. انا كنحتاج للناس فاش كنكون مريضه فاش كنكون ما قداش فاش كنكون ما كنكون كتكون الكانه طايره ليا فاش كنحس باكتئاب فاش ما كاينش اللي يجمع لي الدار فاش ما كاينش اللي يدير لي الفطور فاش ما كاينش اللي يجمع لي حتى الزبله عرفتوا الزبله عرفتوا الى 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 هادشي هادشي اللي كتشوفوا دابا عمركم شفتوه عمركم شفتوني كيكه ما تشوفوا هادشي تشوفوه غير هادي شتوني بكيت نهار تسرقت من نهار عمرني تسرقت عمرني بكيت. انا راه ما كنبكيش من الطبع ديالي نقول لكم انا واخا نكون وصل فيا للعظم العظم ديرون ديال العظم وصل فيا حتى العظم وعندي مشاكل مقلقيله كما كيقول عندي مشاكل بقلاقل عمركم تشوفوني نبكي ما عمرني نبكي قدام شي واحد. الوحيد اللي كان قدام هو راهبي ولكن دابا راه بدون شعور راه كنعاود نهضر حتى كنلقد معزل واش راه نحبسو راه ما يمكنش ما يمكنش راه داكشي كاين فيا لداخل. حسوا بيا يا عباد الله حسوا يا هاد الشعب يا هاد الشعب المغربي حسوا شويه راه ما راه الواحد فاش كيدير شي حاجه راه بدون شعور بدون خاطر بحال الواحد الا كان مريض كيدعي شي دعوه على راسو. بحال انا فاش كنت فاش كنت ديك 3 شهور تاع ديك الشهور مكنشرب الماء ما كناكلش كنت كندعي على راسي بالموت كنقول يا ربي نموت وما تبقاش فيا هاد المرض كيك راني عييت عييت يعني بدون شعور كنت كندعي الموت بدون شعور فهمتوا. دابا فاش كنتشكي عليكم راه بدون شعور وحتى فاش كيخرجوا لي الدمع ولا فاش كيرغوا لي عيا راه بدون شعور. راه الهرمونات ديالي كثار كثار عندي الهرمونات كثار بزاف بزاف ما كنقدرش نتحكم فيهم نتحكم فيهم في حياتي اليوميه العاديه ولكن في هاد الوحم بزاف هادشي ما نقدرش نتحكم. انا ولقانا شوفوا عندما انا كنحس براسي مزيان قعدت شعره شويه عاوتاني كنحس راسي كتلقوني مخشه مخمجم فهمتوا ما زعما ما دابا والله قسما بالله العظيم هاد الدماء ما بغاوش يخرجوا ليا راه خرجوا بوحدهم ما انا ما دوني قصد هما اصلا دمعاتي حدا في الوحم ديالي دمعاتي غير هنايا حطتني غير انا خصها شي واحد يهضر معايا باش الحماق خص شي واحد يهضر معايا باش نبدا نبكي يعني ما راه اللي مسكين ما اللي مسكين ما فعل فيا والو والله كتكون واحد بالنسبه للناس اللي معهم ما حملوا معهم ما عرفوا كتكوني لواحد الدرجه سونسيبل كتكوني بحال شي ورقه عرفتوا الورقه كتحطيها في الماء كتذوب بحال داك الشكل كنقولوا حنايا بحال شي وريقه غير قيقيسها الماء يفو يقيسها الماء من التحت ترطب كلها بحال داك الشكل داير بحال شي ورقه تقيسي لي من التحت بالماء انا غنترطب كلي غندوب كلي هكاك دايره بدون شعور. هادشي راه كي هادشي راه ما كنتحكمش فيه هادشي هادشي اللي كتشوفوه دابا الدموعات اللي خرجوا ليا واش والله ما كنتحكم فيهم راه بدون شعور كيخرجوا بدون شعور ما كنقصدش نخرجهم ولكن كيخرجوا ليا حيت داكشي جاي من الداخل ما عرفتش انا براسي ما بقيت فاهمه في راسي والو وراجلي غير كيهضر معايا كان غير كيقول لي غير شي كلمه ولا شي او ولدي واش ولدي واش عمركم شي واحد كيتخلق من شي واحد عنده 11 عام ولدي يقول لي شي هضره ولا ما يجيش عندي بوسني نبقى كنقول انا ولدي كاع ما ديها فيا كاع ما حير فيا فهمتوا. هادي غير الناس اللي ما عمرهم ما حملوا الناس اللي ما عمرهم ما شافوا الوحم شنو هما يعني ما تحكميش تسني حتى تشوفي وتعرفي راه ماشي كاع الناس اللي محمله مسكينه راه ماشي كدير كيكه بخاطرها والله ماشي بخاطري راه انا الفيديو اللي كندير معكم دابا هذا بعدا هذا يقدرش نهار ندم عليه حيت انا ماشي في القاعده ديالي كنبكي قدام الناس وما كنبكيش قدام الناس تكون صافي غير ربح فريمون خاصني نبكي قدام الناس ما عرفتش شنو غيوقع. انا كنعقل واحد المره طرات واحد المشكل عندنا كبير كان شي واحد غيموت لينا في العائله شي واحد قريب ليا بزاف قريب ليا واحد ما تصوروش لحد واحد راه وكان غيموت كان مريض وكان غيموت هذيك الساعات كان عقل كانت ما قلتها ليا جات وقلتها لينا واش تعرفوا انني ما بكيتش بقيت حاضره راسي وكنعقل كنت حاضره راسي وكنقطع في السروال ديالي كنقطع راسي وكنقطع في السروال ديالي كنقطع فيه كنقطع حتى عيطوا انا نوض فواحد البلاصه تخبيت وقلت كنبكي بوحدي باش تعرفوا باش غير تعرفوني انا كيف داير انا ماشي مداكني على كيبكي يعني حتى كنحس براسي صافي هذه نحس براسي في نهار تسرقت كنحس بالحقره ديك الساعات كنحس بالحقره وما عنديش فين نمشي وما عندنا فلوس ما عندنا والو ديك الساعات بكيت
واش نلعب كي دغيا شويه وصافي. ولكن دابا هاد الساعه والله العظيم ما ماشي ما كنديرها بالعاني، يا هاد الهرمونات ديالي ما محكماش فيهم ولاد الحرام هكا كيديروا ليا بوحدهم هكا. كنقعد جالسه نهضر معاك داك هاد كنهضر مع اختي ما عرفتش كنت نقول ليها هنايا كنهضر معها ويبداو الدواش ليا بدون يقص. دابا انا كنهضر لك مع الدمع كيبداو يخرجوا لي اصلا بدون يقص، كنهضر معها حتى كيبداو الدمع ومع كنهضر انا وياها كيبداو الدمع يسوا لي. البارح تعصبت حيت جلست النهار كله ومعصبه وبقيت كنبكي حق الطوموبيله. عييت مشيت ديتها وعييت ودرتني المعده ديالي والبنت كتبكي ليا حيت هي بغات غير انا نبقى هزها. انا الا هزيتها هو خصو يصوب، انا الا هزيتها كتبقى تبكي وهي كتبكي وانا كنبكي معاها عصباتني فهمتوا. يعني والله ما قاصده حتى فاش كتقول لي لبسيت شمكرتي واش انا كرهت اللبس، واش انا كرهت نمشط شعري، واش انا كرهت ندير المكياج، توحشت الماكياج توحشت نهار ندير الماكياج ندير شويه تاع الحمر. دابا داير لكم شويه تاع الحمر حيت حنا ناشفين خاصهم يرطبوا. كرهت والله ما كرهت بحق الله ما كرهاش نوض لبس انا ونخرج. وشوفوني عيلة تخرج مع راجلي كي كيفاش كنخرج معاه كيش شميكيره صافي خارجه بدون وتا مسكين ما يقول لي والو يقول لي زوينه غزيدي هو عارف اللي كاين ورم واخا هو مسكين ما شاف هذا الوحم كيقول لي انا كنت مزوج وعندي جواد قال لي وشفت مرت خويا ولدات وشفتها توحمت قال لي ما عمرني ما شفت شي واحد عنده بحال هذا الوحم تالنتيه. ياه المرأة كتكون فخاجيل كلشي عيط كيكونوا فخاجيل في الحلم ديالهم كتكوني فخاجيل كتكوني هكا اللي يهضر معاك اللي قاصك بشي كلمة تقدري تبكي. يعني تقوا في الله فهمتوا، يعني تقدر تقولي أي كلمة انتيا ما تكونيش خاصة بها والو وأنا تقدر تكون ديرو وتجيني فهمتي. يعني أنا تقدر أنا في العادية أنا دايما كنقول لكم ما سوقيش في التعارف يعني ما كديرو وتجينيش، ولكن تقدر في هاد المرحلة تقولي انتي غير شي كلمة مالكي تشمكرتي تقدر أنا ديرو وتجيني ديك الكلمة تقولي مالكي تشمكرتي ولا مالكي لابسة كيكار تقدر أنا ما تعجبني ما يعجبنيش الحال فهمتوا. تقول لي حياه سيري غبر ما ديريش الفيديوهات راه ما نقدرش نغبر راه بحال تقولوا بحال الا غبرت غيجيني الاكتئاب ما بغيتش يجيني اكتئاب فهمتوا. الاكتئاب ما بغيتش يجيني وانا اصلا مع هذا الحجر الصحي وما كنخرج. وحتى بغيت نشري الديكور من تحت انا نزل عليا الديكور ديال الدار كنبغي نتلاها وما كاينش فين ما كاينش فين تجيبي هذا الشيء. قلت لكم هذا الحجر الصحي وداك الشيء ما كتخرجيش وهذا الشيء وكوني كنخرج بعدا نقدر نتلاها ولا شي حاجه بحال هكا وصافي. وبحال تقولوا ما بغيتش نتكتب داكشي كندير الفيديوهات اما انا في هذه الحاله بزعما غنبكي كي ولا اي اثر في شي حاجه. انا خو اختي اليوتيوب حتى وكنحس براسي مزيان وما اثر فيه ولا حتى كاع ولد كاع انا ونجي لكم ماني انا زربانه. قال لك اللي بغى يربح العام طويل وقسما بالله يا الحجر الصحيه ما كاين الربح. واش كتامنوا بالله سيروا سولوا البنات اللي اليوتيوبرزات غنقول لكم هذا الحجر الصحيه ما كاينش للربح في اليوتيوب وما كاينش الربح. وكنديروا اليوتيوب باش نلهو الوقت مع رمضان وما كاين فين نخرجوا كنتلهاو فهمتوا. يلا باش كنتلهي ديك تحولي الكاميرا لهنا وتحولي لهنا راه الوقت كيدوز فهمتي وكتصوري الباطو دير له المونتاج وهالوقت كيدوز. والله ما كاين الربح في هاد اليوتيوب في الحجر الصحي راه الناس اللي كيديروا الاشهارات راه كلهم سادين هذيك الشركات اللي كيخلصوا الفلوس باش كيديروا عندك الاشهارات اليوتيوب سادين كلشي ساد. الى ربحتي شنو نقول لكم الى ربحتي 20000 ريال في الشهر زغرتي ما بحالك حد. هذا الحجر الصحي هذا الشهر اللي كتشوفه والله الا كندير الفيديوهات غير حبا لله وانا بعدا غير باش ما يجيش الاكتئاب. واخا ما بغيتش ندير كيقول لي راه راجلي نديري فيديو نودي تلاهي نودي والله هاي باش نتلاهى نتو راه كنتلاهى ما والله تمشي نغبر كاع ما تشوفوني وحق الله على حسب على دوك التعاريخ. انا ما كيهمنيش كنقول لكم التعاريخ ولكن يقدر ياثروا فيا فهمتي يقدروا ياثروا فيا حيت انا هاد الساعه انا على سبه دايره بحال شي مطيشه خامجه غير ضغطي عليها ترتق فهمتوا. هي تقيسيني ترتق هي تقيسيني اي حاجه تشوفني دابا كنهضر معاكم انا راسي كنهضر مع راسي وكنبكي مع راسي ما حسك شي واحد يجي يقول لي شحال الانفاس راه نطقطق. والله زعما الناس اللي ما كيحسوش بهاد الناس اللي كيكونوا حاملين راه خاصهم العصا والله العظيم اللي ما كتحسيش بالواحد بحال هكا خاصك العصا والله كتجي تجرحي ولا تقولي شي حاجه والله الا خاصك قتله ديال العصا وحق الله زعما ما كتسوي ما كتحيدش تجرحي شي واحد مسكين فواحد لا بيريود هو اصلا ما حامل راسو هو اصلا ديما
هاد الشيء راه ماشي غير اليوم باش نكون واضحين، هادشي ماشي غير اليوم زعما راني يلاه بدا فيا هاد الشيء، وهادشي راه ملي بديت نتلحم وانا بداو فيا الهرمونات كثار، عندي الهرمونات كتار. انا واحد المره مشيت دوزت عند الطبيبه كان عقل ديك الساعه دوزت فيا الكالكير، هي تقلب لي الطبيبه كالكير كيقلب عليه في المعده ولا شي حاجه بحال هكا، تقلب لي الطبيبه هي تقول لي حياه راه عندك، قالت لي عندك الهرمونات، عندك الهرمونات اللي عندك الوليده الصغار، قالت لي عندك كثير، قالت لي عندك داكشي بحال الدود، قالت لي راه خصك ديري شي الولاب ولا شحال كاينه ما بغيتيش تولدي. انا ما ديتهاش فيها كنقول اش هادشي واه صافي انا ما غاديش نولد شحال هادي معام وانا ما ولدتش، يلاه يلاه غير ولد دابا وصافي. وتترى انا عندي الهرمونات بزاف اكثر من القياس، عندي راه يقدر انت تقولي شي حاجه ما تقصدي فيها والو، انا هي ديرونجيني والله وحق الله يعني بدون قصد، غير تسناوني بالنسبه للناس اللي كيعيروا. شفتي في قناه اخرى عايره فيها ما 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 حامله ما توزع ما توحم ما توزع كاع، غير اختي فوتني الوحم الله يرحم ليك الوالدين الا ما تجي قولي لي ما تخلي فيا ما يصلح، اجي اختي صبطيني ما نقول لك حتى شي حاجه، راه عارفيني ما نقول لكم حتى صبطيني اختي كما بغيتي، ولكن هاد الساعه فوتيني هادي فوتيني هاد الساعه فوتيني والله، خليني هي ترونكي، بغيت نكون ترونكي انايا، بغيت نكون ترونكي، بغيت حتى واحد يقول لي طب لا تحركي، انا اصلا مجروحه، انا اصلا مقيسه غير بوحدي غير بوحدي، بلا ما تقيسيني كي ما يدير لي حتى واحد شي حاجه، ونبقى نشوف نقول هي شوف الايام نبقى بوحدي، اصلا نحسك الا درتي ليا درتي ليا والله ما بغيتش ندعي فشي واحد، ما بغيتش ندعي لشي واحد، وانا يا ماشي في كل انا ماشي حتى المراه ما كتكون ماشي في كل شيء قواها العقليه فهمتوا، ما بغيتش ندعي فشي واحد طرا فيه شي حاجه والله ما باغياش ندعي لشي واحد، واخا كيديروا نجي كنبقى نبكي تاعي ونسكت فهمتوني، يعني بلي ما تدخل عليا تقولي حياتي ما تبكيش لا ما تبكيش، راني ما كنبكيش نقول لكم راه دابا انا ما كنبكيش، راني دابا انا ما كنبكيش، هادو غير الهرمونات اللي عندي كيطلعوا ليا لعويناتي، مي انا ما كنبكيش والله ما كنبكيش، هادو غير فاش كنتي تهضري هكا ما عرفتش ما نكذبش ما نقدرش نقول لكم انا ماشي طبيبه، انا ماشي عالمه نفس باش يعني طبيبه نفسيه باش نقدر نشرح لكم نقول لكم شنو كاين في الداخل ديالي، ما عرفتش داك القليب عندي اللي كان فيه شويه ديال القسوحيه، ديك القسوحيه اللي كانت فيه ما بقاتش دابت ولا زبده العربي طلع رزبيده كما نقول والو، فريخات كيلعبوا ولدي نتقلق منه، ولدي 11 عام ما دار ليا حتى شي حاجه نتقلق منه والله، حتى مسكين يبقى يجي يحزرني يقول لي ما سمحي لي ولدي فهمتوا، نخليكم البنات والله انا عيل قولوا لي دابا الا الا باقينا تبقاو ديروا كيك الله يرحم ليكم الوالدين، هامشي نغبر والله تنغبر ما تبقى تشوفوني تنهار نولد كاع، انا مازال 4 شهور اللي بقات ليا ولا شحال 4 شهور وشي حاجه نغبرها، وكان يحيد مني هذا الشيء اللي فيا، انا باغا نتلاها فهمتوا راه كنتلاها كنتلاها، المهم ولي كي جاكم شعري واخا ما زوينش غير قولوا لي زوين، عارفه كي من بحال بحال الجيكسه داير بحال الجيكسه مسكين، قالك قديته زعما راني قديته شوا قديت غير دهنتو غير قصتو صافي بالسخونيه قصتو مسكين قصتو حيت راه طوال هاي لا طوال مسكين طوال شحال قطعتوني واحد التقطيعه ومازال غادي نزيد نقطعو نحيد منو هاد الحروشيه كلها حرات تحرق ليا بديك الصباغه تحرق ليا تحرق ليا تحرق ليا، قلت لي صبغي شعرك صبغتو في الاخر مشات تحرق ليا كل وقت نحيد فيه قد هكا مازال باش يعاود يطوال اي مكانش نقطع القصة، ولكن حضر الصحة شنو نقطع نقطع أنا نص لهنا منعرفش نقطع، ولكن نعرف ندير غير ليستيتيك لا كوافير والو زيرو، هاد البنات الله يخليكم يرحم ليكم ويدين غير العار ولي 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 هداك ولي درت ليها شي ولي شفت شي حاجة ماشي تلهيه دوزي واش كتعرفي دوزي 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 لي هاد المرة دوزي دوزي ليا المرة والمرة التانية والمرة التالتة وما تديش عليا لابسة سروال مقطع لابسة كسوة مقطعة لابسة راه ما كتعرفي شنو كيوقع راه راه ما عارفة شنو كيوقع انا اللي عارفة بوحدي شنو كيوقع عندي في الدار انا اللي عارفة بوحدي حكيتك دوزي شتيني لابسة تريكو مقطع ما تسوقيش شتيني شعري متجه هكاك ما تسوقيش هكاك هادشي اللي عطا الله هاد الساعة سروالي مقطع ما تسوقيش بيجامتي لا علاقة شتيني كنقول شي هضرة ماشي تالي ما تسوقيش هاد الساعة بعدا ما تسوقي أي حاجة قلتها ما تديهاش فيا يعني غتصنتي وشوفي وسكتي فهمتي ظروف